احنا النهارده موجودين زي ما حضراتكم شايفين في فعاليه التبرع بالدم لاشقائنا الفلسطينيين تحت مظله التحالف الوطني كمؤسسه حياه كريمه، وموجودين في مكانين في محافظه الفيوم، هنا في ميدان المسله امام مديريه الصحه، وفي مكان تاني في امام استاد الفيوم الرياضي. وزي ما متعودين مؤسسه حياه كريمه ان هي بتشارك القضايا سواء الداخليه او الخارجيه، فبنشارك النهارده تحت مظله التحالف الوطني في دعم اشقائنا الفلسطينيين من خلال التبرع بالدم او جمع التبرعات في المؤسسه حياه كريمه. بنسعى جميعا لتنظيم وترتيب حمل التبرع بالدم لصالح اهلنا في غزه، كما نادت القياده السياسيه دائما الشعب يلبي النداء فيما يخص العروبه والانسانيه بشكل عام، دائما متواجدين كشعب الفيوم وكشعب مصر. النهارده حمل التبرع فيه اقبال كبير جدا من شعب الفيوم، موجودين في مديريه الصحه بالقرب من ميدان المسله، وبنناس شعب الفيوم كما اعتدنا منه مثل المصريين جميعا في دائما في المواقف الصعبه متواجدين. ما رايناه منذ اكثر من ساعتين قبل صلاه الجمعه الناس بتتوافد على السيارات المتواجده في اكثر من مكان. سمعت ان في حمله تبرع لاخواتنا الفلسطينيين في غزه، فاتجهت للمكان اللي فيه حمله التبرع وتبرعت من هناك. واحنا يعني كلنا شعب الفيوم مع غزه وربنا معاهم يا رب. اتجهت على الفور لميدان المسله وتبرعت بالدم، تضامن مع الشعب الفلسطيني، مش انا بس، انا وكل الشعب المصري بنتضامن بتعليمات القياده السياسيه وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. بنوجه له نداء باسم كل الشعب المصري وباسم كل العرب، احنا مع اخواتنا الفلسطينيين في غزه.